السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس جديد في الجيومتري في يونت 5 بعنوان حاجة اسمها سيميلاريتي. اسمها ايه؟ سيميلاريتي يعني جاي من كلمة سيميلار. سيميلار دي يعني حاجة زي تانية بالظبط، حاجتين متشابهين بالظبط. وعايزين نتكلم في موضوع مهمة أوي، في مسألة لما كنا بنقول الكونجرات، لما كنا بيبقى عندك مثلا تو تراينجل مثلا كونجرات، كنا بنقول إن لازم كل سايد هنا بيبقى قد السايد ده، يعني مثلا يكون عندنا السايد ده كده كان لازم يبقى قد السايد ده، والسايد ده مثلا قد ايه السايد ده، والسايد ده كده ايكوال لايه للسايد ده. وكان من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها عندنا مثلا الانجل، لازم الانجل دي تكون قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي، والانجل دي قد الانجل دي. طبعا عشان الصفرة مش باينة نوضحها اكتر بلون تاني مختلف، هنقول ان الانجل دي كانت لازم تبقى قد الانجل دي، وديت لازم تبقى قد دي، ودي تبقى قد دي. ده في الكونجرات. في السيميلاريتي بقى مش لازم يكون الكلام، يعني ممكن يكون الزوايا كلهم متساويين، ومش لازم السايدز كمان تكون متساوية، هما شبه. تمام. وهناخد حاجة اسمها بروبورشنال. دي ايه؟ كنا خدناها جاي من الريشيو اللي احنا خدناها قبل كده، درسناها في سنوات الخمسة وستة ابتدائي كده. اول حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها similarity of two polygon. عندنا two polygon ايه هو؟ ازاي يتشابهوا مع بعض؟ بيقول لك، شايفه كده كويس؟ بيقول it is said، بنقدر نقول ذات، ممكن القول ان two polygons for the same number of sides، تمام؟ same number of sides are similar if the following two conditions are verified together. يبقى لازم يكون في عندي شرطين عشان يتحقق قصة الايه السيميلاريتي بالنسبة لايه تو بوليجون. تمام. اول حاجة their corresponding angles are equal in measure. يبقى لازم يكون ال corresponding angle equal في الايه في الميجر. تاني حاجة ال corresponding size lines are proportional. مش لازم يبقوا equal، يعني يا مستر ممكن يكون في شكل كده مثلا، لحظة، هنفترض ان انا عندي مثلا بوليجون بالشكل ده كده، تمام؟ هنفترض ده ايه برضه، وهنفترض ان في واحد تاني اصغر منه، مش لازم يكون قده بقى في الصيد. الدرس ده لذيذ جدا واشوف فيه حاجات حلوة. ملاحظة ايه؟ بدأت تلاحظ ايه؟ كان السايد بتاع السايدز بتاع الصغير
البربنديكولار للسايد زي بتاعت الكليب. لا خالص الموضوع مش كده خالص. دي بارالل. لا مش كده خالص. ده كان لازم يبقى زيه واحد تاني في الحجم عشان نقول ان هو ايه بوليمر، عشان نقول ان هو ايه بوليمر. البرنامج ده بستخدمه كتير في الشرح ده، يبقى لازم يكون كده زي بالظبط. يعني نلاحظ ان دوت اكبر دي شو. نيجي معنى ذلك ان يكون ده كده زي ده كده بالظبط صح. بس هل ده زي ده؟ هل الكبير ده زي الصغير؟ لا طبعا. وعشان كده عشان هو مش قده فهنقول ان هو يعني في شرطين عشان نقول ان الاثنين دول ايه سيميلاريتي. الشرط الاول ان يكون عندي دي زاوية صح؟ كبر كمان دي كده زاوية، لازم تكون قد الزاوية دي، والزاوية دي قد الزاوية دي، والزاوية دي قد الزاوية دي، والزاوية دي قد الزاوية دي. ده أول شرط يتحقق. نيجي بقى للبروبورشنال. البروبورشنال دي بقى قصة، هنا دي كونجرات ده وده كونجرات. احنا نقدر نقول ان اي اثنين كونجرانت اي اثنين بوليجون كونجرانت يبقى هما سيميلاريتي، يبقى زي بعض بالظبط. سيميلاريتي شبه متماثل مع شبه. اما مش كل سيميلاريتي تبقى ايه كونجرانت، يعني دول كونجرانت ده كده وده كونجرانت، يعني كل الزوايا قد بعض والسايد قد بعض، فبنقول ايه هو كونجرانت، وفي نفس الوقت ممكن يكون ايه سيميلاريتي ليه شبه في كل حاجه زي بالظبط. اما مش كل سيميلاريتي زي الاثنين دول كده هتقولي عليهم ان هم ايه ان هم كونجرانت، يعني ينفع نقول على كونجرانت سيميلاريتي بس ما ينفعش نقول على كل الحاجات بتاعت سيميلاريتي اللي هي ايه كونجرانت. تمام. يعني ايه سيميلاريتي يا مستر؟ احنا خلاص احنا قلنا اول شرط ان كل انجلز يعني ايكوال للكورسبوندنج انجل اللي زيها صح؟ ده في الكبير وده فين؟ في الصغير. طب تحقق الشرط الاول؟ تمام. نيجي للشرط الثاني. الشرط الثاني البروبورشنال، يعني ايه؟ هنفترض دي مثلا 8 ودي 4. وهنفترض دي يعني نقول ايه 10 يعني قريبة من بعض بس مش مشكلة، هنقول دي 10 ولا مبينة دي أكبر؟ دي رايت. هنقول دي مثلا نحط أي أرقام ونشوف دي 10 ودي كده 5. هنفترض إن دي كده هنحطها مثلا 12 يعني اي ارقام بس تقريبا، ويجي كده 6. وهنفترض ان دي 14 ويجي كام؟ 7. برافو عليك. انا مش عايزك يبقى عندك رهبه من اي حاجه في الماس، لان بعد الدرس ما بتشرح بتحس انك انت خلاص يعني الموضوع سهل صح ولا غلط؟ البروبورشنال بقى احنا كنا بنقول مثلا الريشيو كنا بنقول 2 مثلا اوفر مثلا 4 دي كده ريشيو صح؟ وكنا بنقول ساعات 2 4 صح؟ كنا ساعات نقول 2 بذكرك بس من الدرس ومش مفيد دلوقتي بس ايه بذكرك بيه، كنا ساعات بنكتب كده 2 2 4 صح؟
يفرشه صح؟ وكنا خدنا درس بعدها في الستيج بتاعت البرايمري، خدنا حاجة اسمها بروبورشنال، ان هنا بيدرسوها في جريد 4 دلوقتي، حاجة اسمها الايكويفالنت فراكشن. تمام، كنا بنقول ان ال 1 اوفر 2 ايكوال ل 2 اوفر 4 صح، ايكوال ل 3 اوفر 6، ده اسمه تناسب بالعرض، دي كده اسمها نسبه بالعرض، ده اسمه التناسب بالعرض، دي النسبه، درس بيدرسوه برضه بالرياضه اسمه النسبه والتناسب. الريشيو اللي هي النسبه، والتناسب اللي ايه؟ بروبورشنال، يعني ديت تكافئ دي تكافئ دي. في الحاله دي هنقول عليه انه ايه؟ سيميلر. طب تعالى نطبق الكلام ده على الايه؟ المثال بتاعنا اللي احنا شارحينه. اول حاجه هنفترض ده والمقابل ليه، هنلاقي الاتي، هنلاقي اول حاجه ان الفايف نشيل دول بقى خلاص اخليهم، هنلاقي ان الفايف اوفر كام؟ الكورسبوندنج سايت ايه؟ 10 صح؟ ايكوال، يلا كملي معايا، ايكوال ايه؟ ايكوال هاف. هنلاقي ان 5 اوفر 10 وعندنا ال 4 اوفر 8 وعندنا ال 7 اوفر 14 وعندنا ايه تاني؟ 6 اوفر كام؟ 12. وعندنا ايه تاني؟ عندنا ال 5 اوفر 16. ايه؟ عندنا ال 8 اوفر 16. فين؟ لا مش موجود، هم اربعة بس. خلاص يبقى كده خلصنا، يبقى عندنا ديت وعندنا ديت وعندنا ديت وعندنا دي اللي البروبورشن. تعال نشوف بقى هنا في المثال بتاعنا، ناخد مثال على طول على الموضوع، بيديك شكلين زي كده، بيقول لك مهم قوي في الشرطين، احنا قلنا ايه؟ اول شرط يكون عندي ايه؟ الكورسبوندنج انجل ار ايكوال ان ايه؟ ماشي، والكورسبوندنج سايز لينس ار بروبورشنال. تعال نشوف بروبورشنال، طبعا احنا عاملينها دي مش رقم دقيق قوي، هنديك دلوقتي ارقام دقيقه جدا على الايه؟ الموضوع يعني هنا مثلا دي هنشوفها ما يعادل هنا، ممكن يجيب لك الشكل المختلف كده. تعال نشوف عشان تبقى حاجه قدامك محلوله. ناقصه عندنا الشكل ده، بيقول لك according to the previous definition هتلاقي ال A B C D، فين ادي ال A B C D، وعندك ال X Y Z L الاثنين two polygon. تمام، وعندك الميجر بتاع ال A equal للميجر بتاع ال X اللي هي دي، وعندك الميجر بتاع ال B، عندك ال A equal لل X، وعندك الميجر بتاع ال B اللي هي دي ايكوال للميجر بتاع الواي اللي هي دي كده، وعندك الميجر بتاع السي ايكوال للميجر بتاع الزد، وعندك الميجر بتاع الدي ايكوال للميجر بتاع ايه؟ ال. بيقول لك اللي احنا عملناه ده يعني مش بروبوشنال بالظبط، يعني انت لما تيجي تطبق اللي احنا عملناه ده مش تقولي مش بروبوشنال، ليه؟ احنا اخترنا ارقام كده عشوائيه. تمام، بس انت عارفين ان ده برضو يديني هاف ويدي ايه؟ ودي برضو يديني هاف صح؟ ويدي يديني هاف، مش كلهم متكافئين ولا مش متكافئين صح؟
مش النتيجة بتاعت كله بيديني هاف، يبقى زي بعض ولا مش زي بعض؟ زي بعض. تمام، عشان تيجي تشوف الفيديو ما يبقاش في حاجات ايه مملة بالنسبة لك، بحاول ابسط هذا ايه. خلاص واضحة؟ طب تعالي بقى، يقول لك هنا in the measures of the corresponding angle are equals. خلاص اطمننا الاول حاجة، اول حاجة بندور عليها من حاجتين احنا اطمننا، ايه اللي اطمننا؟ ان الميجر بتاع ال corresponding angles are ايه؟ are equal. اول حاجة اتحققها ان كل الميجرز بتاع ال corresponding angles are equal. خلاص؟ دي اول حاجة في ايه؟ في السيميلاريتي. تمام؟ طب تاني حاجة ال proportional، ان لما هناخد، نركز مع بعض، ان احنا لما هنيجي هنا كده وهناخد الـ AB، هادي الـ AB شايفة كويس؟ هنلاقي ادي فين الـ A؟ B اهي. هنلاقيها لما نيجي نعمل لها over x1، وهنيجي للـ BC، هنيجي للـ BC اللي هي دي كده، نعمل لها اوفر الزد واي او الواي زد، وهناخد دي كده، هنعمل لها ديفايد دي باور باي يعني، او نعمل لها اوفر يعني، ناخد دي كده قولي. انا في حاجه دلوقتي مش فاهمها، هو ليه قال ال AB ديفايدد ال اكس واي؟ لا مش ديفايدد، يعني دي دي اوفر دي اكوال دي اوفر دي، دي اكوال دي اوفر دي اكوال دي، زي ما احنا قلنا ده نفس اللي احنا عملناه، ده هو ده، بس هو ده عشان يحقق البروبورشنال. ليه عمل كده؟ عشان يحقق لك البروبورشنال. ممكن يكون موجود مش موجود، لو ما تحققش الشرط ده مش هيبقى ايه سيميلاريتي. يبقى عندك شرطين، قوليهم لي كده بقى. أول شرط، أول شرط الميجرز هتكون قد بعض، الميجرز بتاع ال corresponding angles are equals، دي رقم واحد. رقم تاني إن هنلاقي دي كلها كونستانت، كونستانت يعني إيه؟ بتديكي مقدار ثابت، اسمها إيه؟ مقدار إيه؟ ثابت. والمقدار الثابت ده اللي هي constant معناها ان the length of the corresponding side are ايه؟ proportional. 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 تمام؟ proportional. خلاص؟ فاتحققوا الشرطين دول خلاص، يبقى في similarity. تمام؟ اتفقنا؟ يبقى من 1 و 2 we choose that ان البولوجن اللي هو اسمه A B C D، والبولوجن ده بنعمل العلامة دي، دي علامة السيميلاريتي. آه. كده سيميلاريتي افتكرتها ماينس، خلاص اللي هي دي سوري. تمام، هي دي ايه سيميلاريتي. خلاص في الله شفتيها، هي دي السيميلاريتي. اما كنا في الكونجرنت بنعمل ايه؟ معنى ذلك تبقى دي هي السيميلاريتي، ودي اللي هي ايه؟ الكونجرنت. اي حاجه كونجرنت تبقى سيميلاريتي، اي حاجه سيميلاريتي مش شرط انها تكون كونجرنت، بدليل اللي احنا قلناه. فهمت الجزء ده؟ ننقل لجزء تاني. الحمد لله انا بتعب مع ناس كتير، في ناس كتير بتطور عليك وبتعب معاك في الشرح، بس انا اعتذرت لبعض الناس. نيجي هنا ريمارك 1 وريمارك 2، دي بقى عايزك تاخدي بالك منها قوي قوي قوي. بيقول لك ان ذا تو سيميلار بولوجون، اللي هو عندي بوليجون نمبر 1
والبوليجون نمبر 2 اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، هتلاقي ذا كونستنت ريشيو امونج ذا ايلانس اوف ذا ايه كورسبوندينج سايز اوف بي 1 وبي 2 از كولد ريشيو، اسمها ايه؟ ريشيو اوف ايه؟ انلارجمنت. انلارجمنت ذا دروينج ايه سكيل. تعالى بقى شوف هنا، نركز قوي في اللي انا هو بيقول لك، لو الناتج ده الارقام اللي احنا قعدنا نقسمها على بعضها دي اللي احنا بنقول كونستنت، بيقول لك لو هي جريتر ذان ال1، يعني لو هي اكتر من ال1، في الحاله دي هتقول ان البوليجون بي1 اللي اسمه بي1 is an enlargement، يعني هو تكبير للايه؟ للبوليجون اللي هو بي2. لو هو اكتر من واحد يبقى احنا عملنا له ايه؟ enlargement، يعني كبرناه، صح؟ مش كده؟ لانه النسبه دي اكبر من واحد، صح؟ يبقى هو كان المفروض نسبته الصغير ده 1 to 1، بس اللي احنا لما عملناه طلع از جريتر ذان لل1. طب هل ده ما جريتر ذان لل1 يبقى حصل ايه؟ انلارجمنت، يعني حصل له ايه؟ تكبير، صح؟ فهمنا الحته دي؟ واضحه؟ نخش في حته ثانيه. بيقول لي لو هو بقى ليس ذان ال1، يبقى في الحاله دي البوليجون اللي هو بي1، البوليجون اللي هو ايه؟ بي1، هنقول عليه مينيمايز اوف ذا ايه بوليجون نمبر بي، يبقى صغره، يبقى ده تصغير من ده. اما الاولانيه يعني بعد ما نعمل الريشو دي كلها وطلعت اكتر من 1 كونستانت، يعني ثابته كده 1.3، يبقى حصل ايه؟ البوليجون ده عملنا له انلارجمنت، يعني تكبير، صح؟ طيب لو طلع اقل من ال1 يبقى عملنا له ايه؟ يبقى كش، يبقى صغرناها، صح؟ مينيمايزنج ميني ايه؟ مين. يبقى عندنا ايه؟ انلارجمنت وميني ايه؟ خلاص اتفقنا؟ نيجي بعد كده للخطوه الثالثه. بيقول لك يا حبيبي، بيقول لك ان لو طلع بقى ايكوال للايه؟ لل1، يبقى في الحاله دي ان البوليجون نمبر 1 از ايه؟ كونجرانت تو بوليجون 2، لان خلاص 1 يعني ده قد ده قد ده قد ده ده قد ده، يبقى كلهم قد بعض، يبقى كل السايت والكورسبوندنج سايتس في الناحيه الثانيه قدهم بالظبط، يبقى تحقق شرطين، ان كل الانجلز قد بعضيها هنا وهنا، والكورسبوندنج يعني ما تجيبيش انجل في اتجاه وانجل في اتجاه ثاني تقول ان دول كورسبوندنج يعني. وكمان اتحقق شرط ان كل السايتس قد بعضها. طب خلاص عايز ايه تاني؟ كون جرانت ولا مش كون جرانت؟ طب كون جرانت، صح؟ طب الحمد لله، فهمنا كده؟ فدي عشان دي بتيجي كومبليت في الامتحان، تمام؟ طب انا عايز اعمل ايه بقى؟ اجي هنا من تعودي مني على الاتي بقى بعد كده، بعض الحاجات هنطور شغلنا، هنقول دي مهمة، تيجي معرفش ابص في البداية، تيجي فين هنمسك بقى؟ كذا معايا نجيب دي احمر نكبر دي ايه؟ ما تحليش، ايه ازعل مني؟
خلاص ايه اللي تاني؟ خلاص كل شوية هتعمل كده تاني. خلاص اهي عدلناه قدامي كده كده. نيجي هنا بقى، احنا عايزين نشوف ريماركتو. فيجي يقول لك لو دي كده 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 هتكتبي انلارجمنت، تكتبي مينيمايز ماكسيمال حاجات كده. ها هنشوف الامتحانات مع بعض. تاني حاجة بيقول لك in order that two polygons are similar or two conditions should be verified together and verifying on them only is not enough to be certain. يبقى مش شرط. يقول لك لو عندك two polygons are similar، الاثنين ايه؟ similar. التو كونديشن دول لازم يتحققوا مع بعض، وواحد منهم مش كفايه نوت انف تو بي سامينا. يعني الشرطين دول ما ينفعش تقول لي شرط يبقى سيميلر، الشرطين مع بعض لازم يبقوا ايه؟ موجودين. فبيقول لي بيقول لي verifying one of them only is not enough، يعني مش كافي to be similar عشان يحقق لي موضوع السمر. خلاص اتفقنا؟ مفهوم ولا لا؟ طيب نيجي بعد كده نبص ناخد مثال عنكم على الجزئية دي. بيقول لي هنا على سبيل المثال عندي هنا، شايفة دي الـ AB over XY will be C over YZ will C دي over دي. تاخدي كل اتنين كده جنب بعض وترجعي تاخدي الأولانية مع الأخير، متاخديش التلاتة دول بس كده. من هنا لهنا قد من هنا لهنا، ومن هنا لهنا قد من هنا لهنا، ومن هنا لهنا قد من هنا لهنا، والأولانية دي كلها من أولها لآخرها قد من الحتة. تمام؟ فهو ده الشغل اللي هتشتغل عليه. وهيكون عندك الأنجلز اللي هي الإيه؟ هي فين الإيه هنا؟ اللي هي دي 70. تعالي بقى نشوف المثال ده. خلاص عرفنا هنا دي القصه ماشيه ازاي. بيقول لك الانجل ايه اللي هي دي هتكون ايكوال للانجل ايه سي اكس، وعندك الانجل بي هتكون ايكوال للايه للاكس للواي، وعندك الانجل سي هتكون، اصل انا مش شايف البتاع دي خطها ضعيف انا من غير النظاره كمان، للزد، وديت هتكون ادي دي الزاويه. خلاص اتفقنا؟ يبقى في الزوايا في اربع ايه زوايا زي ما احنا شايفين، وبالنسبه للسايز دي قد دي ودي قد دي ودي قد دي ودي كلها قد دي كلها كده، يتحقق موضوع الايه السيميلر. وكده دول كمان هيبقوا ايه هيبقوا كونجر صح، لان السايز كلهم قد بعضهم وفي نفس الوقت ايه الانجل قد بعضهم. نيجي لدوت الشكل ده بيقول لي بيقول لك لو البوليجون اللي هو ال A B C D ادي ال A B C D ده معناه ايه؟ سيميلر صح؟ هو سيميلر للبوليجون اللي هو ال X Y Z L تمام؟ وبيقول لك ان الميجر ذا ميجرز اند لينسز اوف ذا ان نون element is the two polygon. واخدة بالك؟ fine عايز يوجد ايه؟ اي انجل ناقصة توجد ايه؟ واي سايد ناقص تيجي بيه. نعمل ايه؟ بس يما اثر معاك صح؟ زي نعم بدري بقى كده معلش ما تمام.
هنعمل ايه؟ ساعات نكتب هنا وبعد كده نبقى نشطب. يلا نعمل ايه؟ عايزين الحاجات دي. ها نعمل كلمي ما تخافيش. سؤال، فين الانجل ايه؟ مش دي؟ مش دي كده الانجل ايه؟ صح؟ ايه اللي ناظرها في الناحية التانية؟ ايه اللي زيها في انجل اكس؟ انجل اكس ان ايه؟ انجل اكس ان انجل اكس اما انجل اكس يعني. ماشي، يبقى دي اول واحدة. هو قال لك ايه؟ ان الاثنين دول سيميلر، مش محتاج اروح اثبت بقى انهم سيميلر. في مسائل محتاج اروح اثبت ان هم سيميلر. طب الراجل مدالي سيميلر يعني يبقى في توازن صح. يعني معناها دي انجل ودي انجل، معناها لما نيجي نبص هنا هنلاقي ان الانجل ايه؟ ايكوال الانجل اكس، والانجل بي بص الترتيب ايكوال الانجل واي، والانجل سي ايكوال الانجل زد، والانجل دي ايكوال الانجل ال. صح؟ ده خلصنا الانجل صح؟ فلما تقول ان الاي هنا ب 70 يبقى الاكس بكام؟ 70. يبقى دي كده بتبقى هنا ب 70 صح؟ لما نقول ايه تاني ناقص؟ ال ال فين اخر واحدة؟ يبقى جي مقابلها صح؟ اه؟ انت لو لفتي ده جبتيه كده، ده لو لفتيه وجبتيه كده مش هيبقى شبه ده؟ خلاص؟ طيب ديت اللي هي السفنتي. طب ال اللي هو عايز اجيب كام؟ بالجي صح؟ فين الجي؟ مش جايبها لي، اصبري مش جايبها لي، وقعنا في مشكلة، حليها بقى. هعمل 180. انت مش وقعتينا في مشكلة دلوقتي؟ حليها. فين 180؟ لا ما هو علشان مجموعهم كلهم بيبقى 180. فين دول؟ هو ده تراينجل؟ هو ده تراينجل عشان تقولي 180؟ مجموعهم 360. سيام مقصر، مجموعهم 360 صح؟ تراينجل عندك دخل في الكوادرات. لسه زحية مش مشكلة عادي. ماشي كملي. دول كلهم كام؟ 360. طب ماشي دي واحدة ودي واحدة كده، فاضل لنا اتنين هنا وفاضل لنا اتنين هنا. لعبة، تعالي نلعب نكمل. عندك الانجل سي بكام؟ 135. طب الانجل سي فين ما يقابلها الانجل ايه؟ زد. فين الزد دي؟ يبقى دي بكام؟ 135. صح. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا دي ناقصة ودي ناقصة. طب الانجل دي ايه؟ بي صح؟ اه ماشي. البي في قصادها ايه؟ واي. الواي بكام؟ 65. كده احنا جبنا كله ناقص ال ال دي بقى ناقص زاويتين ودي ناقص زاوية. اعمل ايه؟ عندنا الزاوية اللي اسمها دي ايه؟ الحرف ده ايه؟ ال. ال زي الزاوية اللي هي دي. الجي موجودة؟ لا. نعمل ايه؟ دولت متوفر فيهم ثلاث زوايا. دولت متوفر فيهم كام؟ ثلاث زوايا وناقص الزاوية صح؟
بس احنا عارفين مجموع دول كام؟ 360. يبقى نقول 360 ماينس، نفتح براكت ونحط جوه 135 بلس 65 بلس 70 اللي احنا جبناه، ونقفل البراكت ونقول له ايكوال. ادتني كام؟ واضح جدا ان دي كمان حتى ايه بالشكل انها ايه؟ قلنا ال يقابلها ايه؟ الجي صح؟ يبقى الجي بكام؟ برضه هتطلع ايه كمان بايه؟ بنايت. فاضل لنا واحدة لسه ايه؟ عشان ده رايت انجل ده تراينجل. لا دي طلعت زي دي، كل زي كل زي. بص بالترتيب A B C D X Y Z ده اللي بقى ال A زي ال X، ال B طالما قال لي سيميلر، طالما قال لي سيميلر مش كل حاجة كده، مش دايما تبقى كده. ال A هي زي ال X، وال B تحتها ال Y، وال C تحتها ال Z، وال D تحتها ال F. عشان كده احنا بنجيبهم من هنا، مش لانك بقى ترايت ده كده بقى الجزء ده رايت، بس ما تقدروش تقولوا ان الشكل ده. نيجي هنا فاضل لنا زاوية، نعرف نجيبها؟ دي سفنتي صح؟ واحنا كنا ممكن نجيب دي برضه قبل ما نجيب دي، انا كنت مخبي على دي، يعني حتى دي احنا كنا ممكن نجيبها على طول. لو احنا قلنا ديت بلس ديت بلس ديت هيديني نتج، لما نشيل دول كلهم من 360 هيديني برضه نتج، ودي نفس الكلام. اذا احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة كويسة، وانا كنت مخبي دي فكنت فاكر زاويتين خلاص اتفقنا. يبقى اذا دلوقتي عرفنا كل الكورسبوندنج انجل وجبناهم وظبطنا حالنا وتمام التمام. يبقى فايند ذا ميجرز اند ذا لينس، عايزين اللينس بقى، عايزين ايه اللينس، نعمل ايه؟ نمسح دول بقى كلهم كده بعد اذنك عشان الدنيا كده ايه ما تتخبطش معانا. قولي لي بقى نعمل ايه؟ عندنا هو قال لك بروبورشن، هو عايز ايه؟ احنا عارفين ال A B ايكوال لل X Y، فين ال A B؟ دي مش ايكوال سو بروبورشنال، وال X Y فين ال X Y؟ ماشي، يبقى هنقول ان ال A B نكتبها هنا نكتبها على طول احسن، ال A B مش موجودة. اوفر ايه؟ اكس واي. ايه؟ بي اكس واي، اكس واي بكام؟ ب 3. نكتب 3، نكتب ايكوال، ما هو قال لك سيميلر، مش قال لك سيميلر ايه؟ يبقى ايكوال. عندنا بعد كده البي سي، البي سي مداري 1.4. البي سي لا مديني، انا بكلمك على البي سي 2.1 2.1 صح؟ البي سي ما يقابلها ايه؟ 1.4. الواي زد فين الواي زد؟ 1. فاهمة لغاية دلوقتي؟ طبعا. 1.4 ايكوال. بنكتب هنا عشان ما اكتبش هناك وهنا فتتلخبط، تبقى كلها في مكان واحد. بعد كده عندنا السي دي، فين السي دي؟ مش عارفينها، فنكتب ايه؟ سي دي كده صح؟ فين اللي يقابلها الناحية الثانية السي دي؟ 1.8. الزد ال، فين الزد ال؟ 1.8. الزد ال 1.8 ايكوال. عندنا يتفضل
ناخد الاول مع الاخير بقى صح، ناخد ده مع ده وده مع ده وده مع ده، بعد كده ناخد الاول مع الاخير صح. في الزوايا كل واحد ناخد من قدامها كده وخلاص ونسكت، اما في السايد في سايد لس اللي هو الاول مع الاخير. انت وصلت ال A بال B وال B بال C وال A وال C بال D، مش لازم توصلي ال D بال A ولا في شكل كده مش هيبقى ناقص صح؟ الناقص اللي هو ايه من ال D لل A اللي هي ال A دي للناقص صح؟ اللي هو اول حرف واخر حرف اللي هو ده. فين ال A دي؟ اللي هو ده هنا بكام؟ 3 سنتيمتر. نتأكد ان كل اليونت واحدة، سنتيمتر كله او ديسيمير كله، او ان هو كله مثلا السنتيمتر ديسيمتر متر، نتأكد ان كل اليونت واحدة. طب سي اوفر كام؟ اكس ال. فين الاكس ال؟ مش معروف. ثواني، هو قال لك الاي دي، الاي دي فيه 3 الاكس ال، الزد ال، الاكس ال فين الاكس ال؟ مش معروف. يبقى نكتب اكس ال سهله جدا وبقت في منتهى السهوله، ان احنا لو جينا للرقمين دول تحديدا كده بصينا عليهم اللي هو ده دول كده، احنا نشوف اللي هو المين ريشيو. المين ريشيو اللي هو الاساسي اللي موجود عندنا فوق وتحت الرقمين، ما فيهمش اي مشكله، هيساعدونا كتير ان احنا نحل المسائل. انك انت لو اشتغلت على الرقمين دول كده جنب بعض هيديك ايه؟ مش هيديك حاجه صح؟ هتعمل ايه؟ نيجي هنا بقى، نيجي هنا هنعمل حاجه اسمها مقص صح؟ مش ينفع؟ طب في الحالة دي هيكون الـ AB بكام؟ هيكون الـ AB equal 3 by 2.1 divided للـ A للـ C صح؟ مش هتبقى كده؟ طب ليه هو عمل ليه تبقى ديفايد 3 تاني؟ ليه؟ لا نعملها ديفايد 3 تاني اهو، ده باي ده مش دول المتوفرين اتنين، ده باي ده ديفايد ده يديني ده. مش الفرص عارفة؟ كنت مش عارفة الفرص؟ احنا لما كنا احنا قلنا لما نيجي نعمل مثلا رقمين، في رقم مفقود عندي وعايز اجيبه، عندنا مثلا 2 اوفر 5 تمام ايكوال ايكوال اكس اوفر 4. يبقى لازم نعمل، ما نقدرش نقول التو هي نفسها الاكس لان الدينومينيتور مش واحد، فكنا بنعمل كروس كده مقص، نعمل ايه مقص، نضرب ده في ده ونرجع نضرب ده في ده صح؟ طيب كنا بنقول على طول نحلها في خطوة واحدة، نرجع نشرحها بالتفصيل. الاكس ايكوال دول المتوفرين 2 فوق يبقى 2 باي كام؟ باي 4 ديفايد الكام؟ اللي باقي تحت اللي هو 5 صح؟ شو ده كل النمو؟ ابسطها لك مش دي 2 باي 4 ب 8 ايكوال 5 اكس صح؟ يبقى الاكس بكام؟ ب 8 اوفر 5 8 اوفر 5 مش دي نفسي؟ دي برضه 8 اوفر 5 اللي هي 2 باي 4 وجينا 8 اوفر 5 فهمنا؟ نرجع للمسألة دي فنعرف نجيب الـ AB خلاص بقى بتحسبيها بالآلة الحاسبة بتطلع ايه. طيب ناخد دي بقى مرة تانية مع دي. لا بس احنا برضو كنا المفروض نحط تحت ديفايد 1.8
ثواني، ما احنا لسه ما كملناش دي كده الجزء ايه. احنا بس جبنا الاي بي، هنروح بقى عشان نجيب السي دي. فتاخدي مثلا الاثنين دول مع بعض، تاخدي دي كده مع دي كده، تعملي ايه نفس القصة، تعملي مقص وعامله كده وعامله كده، يبقى السي دي اللي احنا عايزينه بندور عليه ايكوال كام؟ 2.1 باي 1.8 ديفايد ل 1.4 صح؟ ونجيب ايه؟ السي دي. نيجي بعد كده تاخديها هي برضه مع الايه؟ الاخير. الاخيرة تبقى ايه؟ الاكس ال XL equal هنعمل ايه؟ هنقول 3 by ايه؟ 1.4 صح؟ ديفايد دي صح؟ بناخد الاثنين اللي هما مع بعض يعني هنا دي، شفت دي؟ شفت دي كده؟ وشفت دي كده؟ هي نفسها اللي فيها فوق وتحت مبين؟ دي شفت دي كده؟ شفت دي؟ لما تيجي تعمل لهم مقص ايه اللي هيحصل؟ الاكس ال بكام؟ هنشوف الاثنين المتوفرين ونقسمهم على الثالث صح؟ الاكس ال بقى في الحالة دي هتكون الاثنين المتوفرين اللي هم ايه؟ 3 باي 1.4 اوفر كام؟ 2.1. يلا هاتيلي بقى نسب الآلة الحاسبة. دلوقتي بقى هنمسح بعد ما عملنا دي كلها. أول واحدة تعال نشوف، يا عندك 2.1 وهنا 2.1 و 2.7. تعال نشوف أنت عملت إيه. أول واحدة طلعت هي 2.1 ودي ادتني كام؟ 1.4 1.8 لا ده اللي هو في ال ده في الجيبل هنا. تعال هنا قال لك ايه اول واحده؟ 2 اللي انت طلعتيها صح؟ وطلعتي ايه تاني؟ ديت صح؟ وطلعتي لا زي ما طلعتهاش ماشي. تعالي بقى هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك البوليجون الاي بي سي دي والبوليجون الاكس واي زد بقى. تعالى بقى نمسح ده كله عشان نشوف بقى الشكل ده. ولا عملنا حاجه احنا؟ ولا لخبطنا ولا عملنا اي حاجه صح؟ نرجع بقى نعيد المساله واحده ثانيه، واحدة واحدة بالترتيب ماشي؟ عرفنا خلاص نجيب الأنجل صح؟ نيجي بقى ليه؟ للسايد. عندك A B C D أهي، نفتح واحدة هنا عندنا A B C D، ادي ايه؟ ادي بي، ادي سي، ادي دي. وعندك ايه تاني؟ البولجن التاني اكس واي زد ال بالترتيب، الاكس واي زد ال، ان كل زاويه الايه؟ يقابلها الاكس والبي يقابلها الواي والسي يقابلها الزد والدي يقابلها الال صح؟ منتهيين منها دي. احنا بنتكلم بقى على السايد. المفروض في السايد ان الاي بي احنا قلنا بروبوشنال بقى صح؟ على الاكس واي صح؟
بتساوي ايه؟ البي سي على الواي زد بالترتيب كده بتساوي ايه؟ السي جي على الزد ال، صح؟ في مشكلة في دي؟ ماشي. يبقى هنقول ان الاي بي اوفر ايه بقى؟ عندنا دلوقتي من فوق الاي بي اكس واي والبي سي، وعندنا ايه؟ السي دي وبولغن، يعني اربع حاجات يبقى لازم نقفله، صح؟ دي وعندك كمان اللي هو ايه؟ الاي جي بقى، صح؟ بناخد اول حرف، لان كل ناخد حرفين ورا بعض بناخدهم، بعد كده بناخد اول حرف مع الاخير، خلاص؟ عشان نقفل الشكل، صح؟ يقابلهم ايه بقى يا حبيبي؟ اي بي تحتها الاكس واي، يبقى هنا الاكس واي والبي سي، والبي سي يقابلها الواي زد، واي زد سي دي يقابلها الزد ال، الزد ال، والاي جي يقابلها الاكس ال. في مشكلة دلوقتي؟ دي ديفايد بدي، ودي ديفايد بدي، ودي ديفايد بدي، ودي ديفايد بدي، ودي ديفايد بدي، وهكذا، صح؟ كل الموضوع ان احنا بنعوض. بنعمل ايه؟ بنيجي هنا مثلا اللي متاح عندك، افتحي الكتاب كده وطلعي لي مثلا، يلا مليني بقى الكويسات. لا براحتك. ال A B مش معروفة، ماشي، أكن دي ديفايد، ها؟ عم تعتبر دي أكنها ديفايد، إيه تاني؟ إيه اللي معروف؟ ال B C 2.1، يعني دي كده؟ ب 2.1، صح؟ آه ماشي، وبعدين؟ ال C D مش معروفة، ال C B؟ C D مش معروفة، ماشي سيبك منها. والايدي 3 سنتيمتر، ايه؟ الايدي 3 سنتيمتر، حلو. وبعدين يبقى دي كده ايه؟ مش معروف. الاكس واي ثواني، ودي كده ايه؟ مش معروف. الاكس واي 3 سنتيمتر كم؟ 3، ماشي. والزد ال 1.8، الزد ال دي شكلي جالسها الزد ال، الواي زد 1.4، الواي زد 1.4، الزد ال 1.8 دي، يعني كده 1.8. الاكس ال مش معروف، ايه؟ مش معروف الاكس ال. حلو، خلاص. احنا عايزين ايه اول واحده؟ ناصر الاي بي، صح؟ اول في حاجه اسمها مين، حاجه اسمها ايه؟ مين. المين اللي هو ده اللي فيه فوق وتحت، المين فراكشن ده بيبقى موجود فوق وتحت، موجود فين؟ فوق وتحت ارقام، يعني متاح، يعني مفيش حاجه ناقصه. يعني هنا بنقول عليه، بص كده بيقول لك على البوليجون، لحظه، بيقول لك ذا ريشيو اوف، مش عارف كنت عايز اوريها لك، مش كاتبين عندي كده. المين ريشيو يعني ايه؟ الحاجة المعلومة اللي عندي كان ايه؟ ايه المعلوم في دول؟ البي سي والواي زد اللي تحت بقى، صح؟ هناخد دول ريفرنس لينا مرجع، ونجيب كل واحدة بقى من الحاجات اللي ناقصة عليها. طب هنفترض ان احنا خدنا دي كده،
ركزي معايا، هنفترض ان احنا خدنا دي كده لوحدها عشان بس ايه تبقى الدنيا واسعه معاكي كده. شايفه؟ بقول لك يا حبيبه انا عايز الاي بي، عايز ايه الاي بي، تجيبيها لي ازاي؟ هتجيبي لي الاي بي ازاي؟ واحده واحده كده. دلوقتي عايزين الايه؟ دول معلومين، دي معلومه ودي معلومه ودي معلومه ودي اللي ناقصه، صح؟ احنا عايزين الاي بي تبقى بكام؟ هنعمل ايه؟ نعمل 2.1. نعمل ايه الاول؟ مقص. نعمل ايه؟ مقص. مقص ايكوال كام؟ 2.1 باي 3 ديفايد 1.4. نعمل 3 2.1 باي 3 باي 3 ديفايد 1.4 1.4. طلع معاك كام؟ فور بوينت فايف. شوفيها كده عندك مظبوطة ولا لا؟ في الكتاب؟ 4.5 ايه سنتيمتر؟ اه ماشي، شوفيها كده في الكتاب. فين المثال بتاعي؟ هو المفروض ده فين عندك الاي بي؟ ما هو يا بنتي 4.5. شوف كام؟ ايوه 4.5. يبقى انا كده كنت صح. صح؟ ده هتجيب الباب نفس الثلاثة. طب قولي لي هنعمل ايه؟ هنرجع تاني للصفحة اللي قبلها، هناخد بقى دول بعيد عن بعض، ممكن ناخد دول بقى كده مع بعض، هم جنب بعض برضه، يعني دي جنب دي وحليناها، ناخد دول كده مع بعض. بس مش بكتر المسائل، يعني اشرح لك مثالين وتفهموا كويس احسن، هو ده الدرس يعني. هنروح هنا نفتح لها صفحة جديدة عشان برضه نحلها. خدنا دول مع بعض، هتعمل ايه؟ دلوقتي انا عايز الايه السي دي، صح؟ اه هنعمل مقص. حلو، مقص ايوه 2.1 باي 1.8 ديفايد 1.4 2.1 باي 1.8. يلا طلع لي بالحاسبة. 2.7 1.4 صح؟ يجيني ايه؟ 2.7. شوفيها في الكتاب. يبقى أول واحدة ديت كده عملناها إيه؟ صح. والتانية اللي بعديها عملناها إيه؟ صح. فاضل لنا دلوقتي التالتة، بس دي بعيدة عنها. بنفس الفكرة إحنا ممكن ناخد دي كده لوحدها. هناخد دي كده
وننقلها. ونرجع ناخد التانية دي وإيه؟ وهي إيه؟ الأخيرة تعتبر. ثانية بس، مش المفروض ناخد الأخرانيين مع بعض؟ فين الأخرانيين؟ مش ما هم دول الأخرانيين، ال اي دي وال اكس ال. تعال، لا اقصد يعني ما هي دول الاخرانيين. بصي الاخرانيين ايه، ال اي دي كده وال اكس ال. اخدنا كل، اقصد المفروض ناخد البي سي والواي زد مع السي دي والزد البي سي. طب ما احنا عملناها اهي، البي سي والواي زد صح؟ اه. طيب تعال، دي مش حليتيها؟ حليها تاني ازاي؟ عايزة تاني؟ مهم؟ مش دي البي سي والوزن؟ خدنا؟ مش هما تلات حاجات؟ واحد اتنين تلاتة صح؟ وفي الرابعة معلومة أصلا. لا، في واحدة معلومة أصلا، الاتنين فوق وتحت معروفين كده اتنين. وخدنا بعد كده شوفي اللي هي دي معلومة، كان في واحدة ايه ناقصة، يبقى كده دول كام؟ اتنين. وخدنا معلومة مع واحدة تانية مش معلومة كده كام؟ تلاتة. وخدنا الأخيرة اللي هي دي هتبقى أربعة صح؟ هم أربعة، الأولى مع التانية والتانية مع التالتة والتالتة مع الرابعة والأولى مع الرابعة، هم أربعة كده. بقى دي عايزين الاكس ال كده، انت جبتي كله، فاضلك حاجه واحده. عايزين نجيب دي، هنعمل ايه؟ نعمل برضه ايه؟ مقص. هنعمل مقص، وبعدين عايزين ايه دلوقتي نجيبه؟ بعدها نعمل 1.4 by 3 divided 2.4. ايه هو هيبقى؟ هنقول ال XL هنقول كده ان ال XL equal كام؟ 3 by 1.4 3 by 1.4 divided 2.1 2.1 تديني كام؟ 2 ديني كام؟ 2 2 سنتيمتر. وده معناه ايه؟ ان المسألة دي كمان اتحلت صحيح. فهمناها؟ يلا ده هعمل لك ليه ار. ار يعني ايه؟ عملته؟ اه. مش هو عندي ولا مش عندي؟ لا لا عندي. طب ده ار خلاص، بس هي فكره التاني، لو ما فهمتوش ابعتي لي وانا افهمها لك. خلاص نيجي بعد كده، دي اعتبريها هوم ورك، حاولي تحليها الحته اللي تحت دي. بعد كده عندنا ايه؟ الجزئيه دي، هو درس طويل جدا طبعا زي ما احنا شايفين، بس سهل. اه بيقول لي كده السيميلاريتي بتاعت الايه؟ بتاعت تراينجل، بتاعت الايه؟ تراينجل. دي سهله جدا. تعالي نبص، دي ثابته عند الله. بيقول لك التو تراينجل ار سيميلار از وان اوف ذا تو فولوينج كونديشنز ار فيريفايد. بيتحقق verified يعني بيتحقق. وان انتبهوا، هناك كانت تو لازم يتحققوا في البوليجون،
اما في التريانجل كافي شرط واحد يتحقق من الحاجات اللي احنا هنقولها، ان لو الميجرز كلهم بتاع الانجل قد الميجر هنا بتاعت الانجلز ده كافي عشان نقول عليهم ان هم سيميلر، لان هم الزوايا دي مع الزوايا دي. تمام. او لو اللينس اوف كورسبوندنج سايدز ار بروبورشنال، لا فمش ماخدين ان هم لو الزوايا دي اتساوت يبقى خلاص اتحقق ان سيميلر وما لكش كله واتحقق الايه السيميلر. خلاص اتفقنا. ده بالنسبة ده غير البوليجون. هيقعد يقول لي بقى نفس الكلام دي. خلاص فين نيجي للجزء بعد كده، ناخد مثال على طول على الموضوع ده. بيقول لك الاي بي سي دي ان الاي اند الاي اف دي دول تو تريانجلز اللي فيهم، جايب لك البيانات اهي كده البيانات، بيقول لك عايز اللينس بتاع اتش لينس اوف الاتش اي اف والاف دي. وقال لك ايه؟ قال لك دوت ودوت ار تو تريانجلز انزل فيهم البيانات دي. هي مش سهلة، هي معروفة. خلاص؟ عادية؟ جاوب حضرتك. الاف دي هتبقى يعني دي يعني دي تعتبر توايز. هو عايز ايه؟ الاي اف والاف دي؟ عايز دي ده كده هو اللي عايزه. ماشي. وعايز الاف جي اللي هي دي. دي هتبقى توايز دي. الايه؟ ديت الاي اف هتبقى توايز الاي. مين قال؟ مين قال؟ مين قال؟ لا غلط. توايز كده على طول؟ في بروبورشنال مش توايز. هي دي مش 12 و 18؟ ركزي معايا. دي 12 ودي 18 هت ايكوال لايه؟ لل 5 اوفر ايه؟ الدي بي الاف دي الدي اف ايه؟ الاف دي اللي هو عايزها صح؟ اللي مش معروفه من الاف ايكوال ايه؟ ايكوال اي بي اوفر الاي اف ال اي اف او يعني دي اوفر دي الايه الاي بي الاي اف الاي بي الاي بي اوفر الاي اف الاي بي موجوده او 9 يبقى 9 اوفر كام اي اف اللي هو عايز هو عايز يشوف لو عملها كده بتجيبي بقى بالشكل ده تعرفي تجيبي كل واحده نص عشان كده تجيبي دي وتجيبي. طيب هنا قاعد يحلها لي ويقول لي كلام كبير والبتاع والزوايا وما الزوايا وقال لي كلام في الاخر ده 9 و 5 والاثنين دول مش موجودين دي 12 اوفر 18 اللي هو المين ده وجاب بي ورجع جاب بي. في صبر اشرح لك حته حته كده ولا نخش في حته ثانيه؟ لا نخش في حاجه ثانيه بقى. خلاص هي كده كده نفس فكره الثانيه. انت فاهمينها صح؟ انا ما عنديش مشكله بس انا بكلم عشان ناخد اكبر وقت واكبر حاجه. ناخد كمان المثال ده هنا اي بي سي اللي هو ده ادي الاي بي سي وعندنا ال x y z ادي ال x y z مالهم؟ قال لك كونجر وعايز يثبت ان هم ايه سوري سيميلار عايز يثبت ان هم سيميلار تعرفوا؟ تعالى انت لو جيتي قلتي عندنا A B C هنقول هنا مثلا ال A B
نقول افتراضين كيف ان احنا نثبت اللي ايه البروبورشنال او البتاع. عندك هنا هو قال لك في شرطين، تعالى ارجع لهم كده. قال لك الشرط الاول دي خلصها، جينا هنا بتاعت السلايد قال لك شرطين، قال لك ايه الميجرز بتاع كورسبوندنج الار ايكوال. الشرط الثاني زير كورسبوندنج سايد از ايه بروبورشنال، ما قالكش لازم ايه، عايزين بس نسبه النصات هناك بروبورشنال صح. تعالى عندك الاي بي يقابلها ايه الاكس واي صح. الاي بي هل هي موجوده؟ اه يبقى مفيش داعي نكتبها. هنكتب هنا 4 7.5 ويقابلها ايه؟ يقابلها الاكس واي. الاكس واي موجوده فين؟ الاكس واي اه 10 سنتيمتر. يبقى ايه؟ يبقى ده كده شكله المين صح؟ اف 1. بعد كده عندك ايه؟ ال عندك البي سي. البي سي فين؟ البي سي 6 يقابلها ايه؟ الزد واي. الثانية الزد واي ال 15 بكم؟ 15 وعندك ايه تاني؟ ال ال اي سي بكام؟ ال اي سي بكام؟ 3 سنتيمتر يقابلها 7.5. الاكس زد ب 7.5. اعملي ديفايد لكل واحده كده على الثانيه، قولي دي تطلع كام ودي كام ودي كام. يلا اول واحده تطلع كام؟ شوفي على الاقل حاسبه عندي. اولانيه دي تطلع كام؟ الثانيه دي تطلع كام؟ الثالثه دي تطلع كام؟ اعملهم اه ماشي. مش ملاحظة حاجة ان دي هتبقى 2 اوفر 5 صح؟ اه ودي هتبقى برضو لو عملت لها ديفايد ال 3 هتبقى 2 اوفر 5 صح؟ اه ودي لو قسمنا فوق تحت على 1 اند هاف كده او لو عملتيها حتى من الكالكوليتر هتطلع 2 اوفر 5 صح؟ أوه. ها؟ يبقى هم دول كده بروبوروشنال صح؟ يبقى طالما هم بروبوروشنال قدرنا نحقق الشرط بتاعه. قدرنا عملنا بروف كده صح؟ ان أوه. ده ودوت الاثنين ايه؟ سيميلاريتي. وقال لك عايز الانجلز بقى طبعا خلاص سهل. طالما بروبوروشنال هنقدر نجيب ايه؟ لو مديني عايز حاجة تانية وقال لك فايند الميجر بتاع الانجل ايه؟ بلس الميجر بتاع الواي بلس الانجل زد. ايه ده؟ خلاص فهمتي الحته دي الاول؟ اه تعالى نمسح تقدري بقى تثبتي الشاشه وتشوفيها خلاص؟ الطلب التاني عايز يوجد ايه ده في اتنين؟ خلاص لأول طلب صح؟ اه ده كده خلاص عايز يوجد الميجر بتاع الانجل ايه؟ اللي هي دي بلس الميجر بتاع الانجل واي بلس الميجر بتاع الانجل زد دي واي ودي زد وال A اللي هي ايه؟ تفتكري ايه؟ مش ايه؟ مش
مش هعرف احلها عشان هو مش جايب اي انجل. بس في بقى الفكرة، تعالي شوف الفكرة، شوف الفكرة اللذيذة. اسمعيني، قال لك ان the sum of measures in interior angle لأي triangle كام؟ 180. صح؟ وهم دول مش احنا قلنا ان هم similarity؟ similarity؟ مش هم similarity؟ يبقى دي بلس دي ودي، مش دي similarity، يبقى دي زي دي؟ ودي زي دي ودي زي دي، فالتلاتة دول كام؟ 180، يبقى التلاتة الثانيين برضه 180، إن كل واحدة من التلاتة اللي اختارهم في ما يقابلها من التانية، ومجموع الزوايا أصلا 180، يبقى التانيين كام؟ 180، صح؟ كده مش كل حاجة فاكراها يعني بروف ومبروف. دي برضه هسيبها لي يعني نقول لي بروف ليها. خلاص؟ ثانية اكزامبل كام؟ كل الاكزامبل تراجعيها تاني، كل الكتاب تراجعيها تاني، تراجعي الحصه. لا اصل انا ما كتبتش. بصي ايوه بصي نرجع تاني. بصي اول واحده يعني في حاجات انا مداني بار وفي حاجات شرحتها لي، خلاص ده كل الشرح ده. نيجي للار، الار دي احنا خدنا واحده كده دي ار، تراجعيها انت نمبر 2. خلاص وجينا بعد كده شرحنا تاني وخدنا دي كمان ودي حلها ودي، وبعد كده دي خدناها، ما تاخدي ار دي اللي هي نمبر 6. سؤال ايه؟ وده حلها. خش في الدرس بقى. جاهزه؟ الكونفيرس اوف فيثاغورس ثيرم. كونفيرس يعني عكس نظرية فيثاغورس. احنا في نظرية فيثاغورس كنا بناخد ايه؟ بنقول ده الهايبوتينس سكوير، ادي ده كده سكوير، ادي ده كده سكوير، صح؟ العكس بقى، يعني لو لقينا ده سكوير ادي ده سكوير، فيبقى ايه الهايبوتينس ايه؟ سكوير قده العكس. تعالي هنا بيقول لك لو عندك الاي بي سي از رايت انجل تراينجل، يبقى البي سي نفس الكلام اللي قلناه قبل كده ايكوال الاي بي سكوير بلس الاي سي سكوير. البي سي يبقى البي سي سكوير، فين البي سي سكوير اللي هي دي، يبقى قد دي سكوير وقد دي سكوير، صح؟ بيقول لك ذا كونفيرنس او ذا كونفيرس او ذا فيثاغورس ثيرم، بيقول لك ان تريانجل لو عندك سم اوف اريا اوف تو سكوير اون تو سايدز is equal to the area of the square on the third side, then this angle is opposite to the sides of right angle. بمعنى كده بيقول لك انت كنت بتقول انك لو عندك right angle triangle بالشكل ده بتبقى انت عارف ان ده كده سكوير، ده كده سكوير بلس ده كده سكوير ايكوال ده كده سكوير. بيقول لك بقى في حالة انت لو جيت تقيس بالصدفة وانت ما تعرفش ان هو رايت انجل، بس اكتشفت ان ده سكوير بلس ده سكوير ايكوال ده سكوير، معناه ان المثلث ده هيكون ايه؟ هيكون رايت انجل تراينجل للايه؟ للاوبزيت ايه؟ ثيرد اللي هو التالت ده. ما هو ده كده سكوير بلس ده كده سكوير ايكوال ده سكوير، يبقى دي كده الانجل اللي مقابله لده كده هتكون ايه؟ رايت انجل. فين دي يعرف دي؟ اللي عارف دي الاولانيه يعرف الثانيه، لو عارف السيرم بتاعتها هيعرف عكسها، مش صعبه دي. صح؟ تعالي هنا بقى ناخد مثال، ده درس صغير وسهل جدا. شوفوا بعد ما يذلك ويعذبك في 20 صفحه يجي ايه؟ يراضيك يديك حته كده ايه؟ خمس دقايق. شوفي حلي لي بقى المثال ده كده، بيقول لك عندك الشكل ده اثبتي لي اني اعملي لي بروف ان الانجل اللي هي الاي سي دي، عايز يثبت ان دي كده
right angle. عشان هي مقابلة لل لا تثبتيها مش هي مين هي تثبتيها لان لو هناخد المثال ده خلاص مفيش حاجة تاني هناخد ده وده اهو هتقريها انتي لانه زي من الاخر يعني ار2 كده خلصنا الليسون التاني الليسون 2 حلي لا ما انت هتحلي لوحدك ده ار وده هتحليه هما اتنين شبه بعض بالظبط ما فهمتوش برضه احنا مع بعض اشرحه لك فيديو بعد كده ده ايه اثبتي لي ان دي ايه رايت ايه انجل اثبتها لي كده مش الوقت لسه درس جديد لا 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 مش جديد ولا حاجه ده خفيف جدا بس اقصد لسه احنا عايزين ده صح ده بكام ده رايت انجل واضح اهو انه رايت انجل يبقى ده سكوير بلس ده سكوير ايكوال ده سكوير صح؟ طب ده مع بعض يديني كام؟ دول كده مع بعض يديني 16 صح؟ ودول مع بعض يديني كام؟ يدوني 9 يبقوا كام؟ 25 ثانية حضرتك عملت ايه؟ ما هو ده سكوير بلس ده سكوير لأن هو ده رايت انجل تراين الهايبوتينس سكوير الهايبوتينس سكوير يبقى قد دول سكوير صح؟ دي معلومة احنا عارفينها من نظرية الساوس يبقى دي سكوير يبقى الـ AC سكوير يبقى كده الـ A يعني الـ هايبوتينس يبقى سكوير اللي هو الـ هايبوتينس equal 25 طب الـ AC بس لوحدها بكام؟ 5 خلاص؟ خلصنا يبقى دي 5 تعالى تعالى ناخد دي دي ال 5 دي بكام؟ سكوير يبقى ب 22 5 25 صح؟ وال 12 دي سكوير تديني كام؟ 12 144 صح؟ الاثنين مجموعهم كام؟ 169 نيجي للتالت ده لما نيجي نجيب السكوير روت بتاع 169 هتديني كام؟ 13 دي يعني كام؟ 13 يبقى ايه؟ يبقى دي ايه؟ رايت انجل صح؟ ثانية يعني هو عايز يقول ايه كده؟ هو عايز يقول لو انت اثبتي ركزي معايا عايز يقول لو انت اثبتي خدي بالك اني الحتة دي كده سكوير ما هو عايز يثبت ايه؟ ان الانجل دي 90 صح؟ فلو عايز يثبت ان دي سكوير دي ما كانتش موجوده جبناها من هنا صح؟ من نظريه فيثاغورس عايز يقول لك بقى ان اثبت ان دي 90 ديجري عشان تثبتي 90 ديجري يبقى لازم الحته اللي علمتها عليها بالخضرا سكوير قد الحته دي كمان بالخضرا سكوير والاثنين يكونوا سكوير قد دي سكوير صح؟ قد التالت سكوير طب لو ثبتنا فعلا ان الاثنين دول كل واحده سكوير قد مع الثانيه يدوني فعلا السكوير بتاع التالت يبقى فعلا عكس النظريه بقى اللي هي الكونفرس للايه السيرم بتاعت ايه فيثاغورس او فيثاغورس السيرم صح يبقى في الحاله دي خلاص يبقى طالما هي دي كده بقى هايبوتنس خلاص ودي مع دي كده سكوير قد دي سكوير مش معناه دي هتبقى رايت انجل اللي هي مقابل الهايبوتنس اللي هو 16 في النوم ولا عينها انا بس مش فاهمه هي دي ازاي قد دي ما حدش قال قد دي مش هي 16 دي ايه ما هو مش دي 16 دي سكوير بكام مش دي 5 السكوير بتاعها بكام 165 لا 25 الفايف السكوير بتاعها بكام؟ 25 وال12 ده السكوير بتاعها بكام؟ 144 صح؟ يبقى الاثنين مع بعض سكوير بكام؟ 169 صح؟ يعني مش هو عايز يقول ان ده مع ده هيدينا دي مش كده؟ لا عايز يقول ده سكوير مع ده سكوير
يدينا ده سكوير مال 13. ايوه زي كده بس باي مختصر. 13 تديني كام؟ 169 صح؟ طالما دي سكوير ادي الاثنين دول سكوير، مش معناها ان دي 90؟ هو ده في الاولانيه دي بتاعت فيثاغورس، مش دي سكوير بلس دي سكوير تديني دي سكوير؟ عملناها ليه؟ لان دي 90. طب لو اتحققت الحاجات دي واحنا ما نعرفش انها 90 يبقى هي بكام؟ ب90 صح؟ فهمنا؟ يبقى احنا كده عندنا لو قلنا اخر جزء نراجعه. طبعا الهوم ورك مش هديك هوم ورك معين، احنا بنقول لو عندنا دلوقتي تراينجل تاني رايت انجل كده معناه ايه؟ ان الحته دي كده سكوير بلس الحته دي كده سكوير هتديني الحته دي كده ايه؟ سكوير صح؟ طيب لو اتحققت بقى احنا ما نعرفش انها انهي رايت انهي، بس اتحققت الشروط دي ان دي كده سكوير بلس دي سكوير، لما بنحسب دي سكوير بلس دي سكوير لقيناها قد دي سكوير، مش معناها ان دي رايت انجل صح؟ بس فهمنا؟ كل سنة وانت طيب. خلصنا كده الدرسين حلوين؟ صعبين؟ لا بس بيلخبطوا شوية كل يعني حاجة بتطلع. انت عايزة من أول حصة تفهمي الدروس كلها، ولا يعني أول ما تقعدي في الحصة تطلعي من الحصة حافظة وفاهمة؟ ما انت لازم تراجعي الدرس ده، تشغلي الفيديو ده مره ثانيه هتفهميه واحده واحده. لو حاولت قدام الكلام اوكي. في حاجه تسال فيها قبل ما امشي في الجزئيه دي؟ الحاجات الثانيه بعتها لي هجاوبها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.